السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة الحليب المحلى او الحليب المكثف اللي بنستخدمه في الحلويات او في الايس كريم. مكوناته سهلة وبسيطة خالص. معايا كوباية سكر بودرة، كوباية لبن بودرة، ربع او تلت كوباية مية سخنة، ومكعبين زبدة. هجيب بقولة صغيرة، احط السكر البودرة واللبن البودرة، وأحط عليهم المية ومكعبين الزبدة، وبمضرب يدوي، مش محتاجة مضرب كهربائي، وهفضل أضربها لغاية الخليط ما يتجانس مع بعضه. بعد ما ضربته هيبقى ده قوامه كده. هجيب برطمان وهفضيه فيه، فضيته في برطمان كده، عينه في التلاجة هيقعد اسبوع، وممكن لو عايزة تحتفظي بيه لفترة اكبر 3 شهور مثلا تحطيه في الفريزر، مش هيجراله حاجة معاكي. شكرا لحسن متابعتكم، ما تنسوش اللايك والشير، ومشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. شكرا.